السلام عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم بواحد من الجيمات الفخمة والنارية ما بين لاعبين كبار، الفري ستايلر باللون الأخضر يو اس اي اير فورس والجي ان اكس باللون الأحمر تشاينا انفنتري. فلك أن تتخيل المواجهة وحجم التحدي في هذه اللعبة. الخريطة الثلجية الرائعة جدا المصممة من قبل اللاعب ريلاكس يلي بيصمم خرائط جدا جميلة، في خرائط من بطولة العالم مصممة ريلاكس، تصميمه بالخرائط رهيب جدا. راح نشوف الخريطة أثناء اللعبة، ما راح ضيع وقت وما راح ضيع الافتتاحيات. تبعوا اللعيبة 2 سبلاي اليو اس اي اير فورس مع 1 باور مع 1 باركس، اما عن الجي ان اكس جاينا انفنتري 1 باركس، القاعدة ما زالت موجودة مع 1 سبلاي 1 باور. اعتقد طبعا اللعبة 1v1 10k، تاني سبلاي رايح ياخدها. على فكرة هاي الخريطة لا هي ليلية ولا هي نهارية، الخريطة مثل ما شايف ألوانها بوقت الغروب، لهيك ألوان الخريطة غامقة. خلونا نشوف الفري ستايلر وور فاكتوري وجنود على السيفيليان يلي هون. طبعا في مجال انك تهجم من هاي المنطقة وفي مجال انك تهجم من هاي المنطقة، في حقول نفط لكل لاعب بالمنتصف، هذا الشيء اللي بيزيد جمالية الخريطة ان حقول النفط محشورة في المنتصف، فصعب على اي لاعب انه ياخذ النفط من اول لعبة، ولكن فيها 2 سبلاي لكل لاعب، 2 سبلاي لكل لاعب. خلونا نشوف الفري ستايلر يسيطر على المباني في المنتصف. اعتقد هاي الحركة لازم يعني كان لازم يسبقوا فيها الجي ان اكس طالما هو تشاينا انفنتري، والله اعلم. خلونا نشوف شباب، في نقطة مهمة كتير، لاحظ الجي ان اكس باركس متقدم، في نقطة مهمة كتير شغال الدرزون من الطرف الاخر، في نقطة مهمة كتير. انا لما بحلل من رأيي الشخصي، تمام، انا باللعبة مالي سوبر محترف، اعتبر متوسط واقل من متوسط باللعب، بعتبر حالي نوب انا باللعب، ولكن لما بحلل من تحليلي الشخصي ومن رأيي الشخصي، الجي ان اكس من الطرف الاخر يسيطر على السبلاي اللي هون جيد جدا. خلونا نشوف، طبعا راح يلف يشيل الدوزر قبل ما يكمل الفاير بيس. خلينا نشوف اذا راح يلحق يشيل الدوزر مره اخرى. بقول لك المواجهه عنيفه جدا ما بين تشاينا انفنتري واليو اس اي اير فورس، العدو اللدود للتشاينا انفنتري اليو اس اي اير فورس، والعدو اللدود لليو اس اي اير فورس هو تشاينا انفنتري. الهامفيز خلونا نشوف، اعتقد شغله ثانيه، لاحظ هون الهامفي فاتت على السبلاي الفري ستايلر بالعمق، الهامفي فيها جنود، ما لحق يشيل حذاري. الميني جانر والألغام شالوا الهامفي بالوقت المناسب، الجي ان اكس يمارس الضغط بالجنود، والفري ستايلر يستفيد من البنكرز يلي بالنص. جيم ولا اروع ولا احلى حرفيا. انا لما بشوف، ما بعرف السبب الغريب ليش ما باع القاعده، هذا شيء ما بعرف ليش ما عملوا الجي ان اكس، والله اعلم. خلونا نشوف، يمكن لانه اعتماده على الجنود، يمكن بناء الجنود بيكون ارخص. يعني لاحظ حتى وور فاكتوري ما عنده، لاحظ انت عم تلعب ضد فري ستايلر، اللاعب الاسرائيلي بالمناسبه على فكره. الفري ستايلر للاشخاص اللي ما بتعرف، انا كنت متردد كتير صراحه بنشر اللعبه، ولكن نحن عم نلعب لعبة الجنرال بغض النظر عن الموقع تبع اللاعب، نحن عم نشوف لعبه، ماني عم دافع عن اي لاعب كان مهما كان، ولكن يعني وجب التوضيح ووجب التنويه. يعني وانا كتير بتردد بنشر جيمات للاعب الاخضر، ولكن يعني اللعبة كانت حلوة ونحن عم ننشر اللعبة لحتى نستفيد من اللعبة، وليس تشهيرا للاعب الأخضر، وليس تشهيرا بجنسيته للاعب الأخضر. خلونا نشوف على كل حال الجي ان اكس، خلونا نشوف هاي الشينوك هون، الشينوك من الفري ستايلر. خلونا نشوف على كل حال الجي ان اكس يحاول فرض سيطرته في المنتصف، الجي ان اكس من الطرف الآخر ضغط غير مسبوق. يعني انا مني وعلي عم شجع الجي ان اكس للسبب اللي ذكرته سابقا، انا مني وعلي قلوبنا مع الجي ان اكس، قلوبنا معك ايها الجي ان اكس. على فكرة انا من جديد لعرفت هالشي، انا مشير جيم للفري ستايلر من قبل، وعن جديد لحتى عرفت بجنسيته للفري ستايلر، ولكن لا بأس. يعني خلونا بإطار اللعبة، تمام، ما بدي ناخد ابعاد اخرى للعبة، ما بدي نتطرق للابعاد الاخرى للعبة، انا عم بحكي عن اللعبة
ويعني بغض النظر عن موقع اللاعب، أنا شايف أنه لعبه لا بأس فيه، لكن مني وعلي أنا مع الجنرال الأحمر مع احترامي لجميع آراء الأشخاص. لاحظ الفلاش بانك، الفلاش بانك من اللاعب فري ستايلر باللون الأخضر، الفري ستايلر فري ستايلر. لاحظ 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 الهجوم بالهومفيز، الهجوم بالهومفيز جيد جدا. طبعا نرجع من عيد لنفس النقطة، أنا التهيت عن نقطة الور فاكتوري، التهيت عن نقطة الور فاكتوري، وكنا عم نحكي بالموضوع الثاني. ما بنى وور فاكتوري لهيك ما باع القاعدة، لأنه اعتماده راح يكون على الجنود. أعتقد هذا خطأ، أعتقد هذا خطأ. لاحظ هلا لبنى الور فاكتوري، هلا لبنى الور فاكتوري والبروباغندا. خلونا نشوف الجي ان اكس، الجي ان اكس بتروب كراولر. خلونا نشوف، خلونا نشوف محاولة لأنه يضرب له الشنوكات، محاولة لأنه يشيل الشنوكات، شال شنوك واحدة حرمه من تاني سبلاي. والهامفيز بترجع، لاحظ أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم. الفري ستايلر يعود مهرولا إلى أرضه لحتى يشيل التروب كراولر. أعتقد هالجيش هذا أكثر من كافي لأنه يشيل التروب كراولر. خلونا نشوف الميني جانرز، لا يقهر الميني جانرز لا يقهر، ولكن الأعداد قليلة، الأعداد قليلة. سحب هامفي، كنترولينج جيد من الفري ستايلر، كنترولينج جيد من الفري ستايلر، يعني شال تروب كراولر، كراولر عفوا، بدون ما يخسر ولا دبابة، بدون ما يخسر ولا دبابة. لاحظ لازم تشلوا الشنوك اللي هون، اعتقد ما عم بيشيله لانه بتصد صواريخ، ولكن العدد كافي يا جي ان اكس، العدد كافي، بدي يحطهم بالبنكر. خلونا نشوف، خلونا نشوف الجي ان اكس يحاول الدفاع عن نفسه. خلونا نشوف، لاحظ الطيارات الدرون اللي فوق عم بيعملوا فائدة عظيمة صراحة، عم بيشتتوا الجنود تبعوا الجي ان اكس. خلونا نشوف، خلونا نشوف الاوت بوست، الاوت بوست تفرغت، الاوت بوست تفرغت. خلونا نشوف، خلونا نشوف الفري ستايلر يتقدم الى المنتصف، الفري ستايلر يحاول ضرب معمل دبابات الجي ان اكس، يحاول تمشيط المنطقة. البلاك لوتس من الجي ان اكس، سوبر بلاك لوتس طبعا لانه هو تشاينا انفنتري. اعتقد تأخر كتير بالور فاكتوري، تأخر كتير بالور فاكتوري. ما بعرف اذا الاستراتيجية صحيحة انك ما تبني وور فاكتوري لبعد منتصف اللعبة، والله اعلم يعني، بس برأيي الشخصي اعتقد انه استراتيجية خاطئة. هون كان لازم يطالع الغام، لانه لو مطالع الغام هون من الباركس اللي هون كان سكر المنطقة، كانت تسكرت المنطقة. خلونا نشوف البلاك لوتس، لا لا لا، خطأ 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 خطأ، روحت البلاك لوتس، انا برأيي راحت على الفاضي البلاك لوتس كرمال توقف هامفي. اعتقد انه الاستراتيجية خاطئة. الفري ستايلر، الفري ستايلر يحاول، عم يحاول يشيل البروباغندا سنتر، عم يحاول يشيل البروباغندا سنتر. خلونا نشوف، يعني لاحظ في هون جنود للجين اكس ولكن بدون فائدة، ما بعرف ليش اعتماده فقط على الجنود. هذا الخطأ الكبير يلي عمله الجي ان اكس، يعني ما في غير الجنود، يعني لو داحم عليه دبابات فاست رش من بداية اللعبة. تشاينا انفنتري كنت ثبتته، كنت جمدته للاير فورس، ولكن للأسف الشديد مرة أخرى الاعتماد كان فقط على الجنود. لاحظ الجندي ما بيلحق يضرب، الجندي ما بيلحق يضرب الدبابة، فلهيك ميكس، اعتقد خيار ميكس لا بأس فيه من الجي ان اكس. ضربة موفقة، ضربة موفقة من الجي ان اكس، والهامفي راحت، الهامفي راحت ضربة جيدة صراحة من الجي ان اكس، والاعتماد على المطار كان بالوقت المناسب، ولكن ايضا اعتقد متأخر، اعتقد متأخر. الفري ستايلر، الفري ستايلر من الطرف الاخر يحاول التقدم. لاحظ الميني جانرز جيد جدا، جيد جدا، لو شو ما ضرب، لو شو ما ضرب لا بأس. خلينا نشوف باث فايندر، علاج تشاينا انفنتري، على فكرة علاج تشاينا انفنتري، الضربة بالميك مرة اخرى، الضربة بالميك مرة اخرى من الفري ستايلر، من جين اكس عفوا، على دبابات الفري ستايلر. يعني خسائر كبيرة، خسائر كبيرة صراحة. الكاربت من الجين اكس، اعتقد الكفة تميل، اعتقد الكفة تميل الى الجين اكس. لاحظ معبي المباني، ولكن هون لا، معه فلاش بانك، معه فلاش بانك بهاللعبة، لكل مشكلة حل حرفيا. الكاربت من الجي ان اكس رائعة جدا، وور فاكتوري مع سبلاي، الكفة تميل والكفة ترجح الى الجنرال الاحمر الجي ان اكس. خلونا نشوف لعبة رائعة، لعبة اسطورية، جيم خيالي ما بين الجي ان اكس والفري ستايلر.
قلوبنا مع الجي ان اكس للأسباب يلي ذكرتها في بداية الفيديو. قلوبنا مع الجي ان اكس، الفريستايلر يتقدم، الفريستايلر يتقدم لإزالة مبنى الطيران، لإزالة مبنى الطيران، والفريستايلر، الفريستايلر يحاول الدخول. لاحظ الباث فايندر، الباث فايندر تنشال الهامفي جيد جدا. طالما الجنود بقلب الاوت بوست، راح معمل الطيران للأسف الشديد، راح معمل الطيران من تأثير الدمج تبع الميجز او من تأثير الاوت بوست، والله اعلم، يعني راح مبنى الطيران. فالوضع حرج صراحة عند الجي ان اكس. كومبات شينوك، كومبات شينوك من الفريستايلر الخبيث، فريستايلر كومبات شينوك، خلونا نشوف على امل انه ما يطلع من امره شيء. على امل انه ما يطلع من امره شيء، خلونا نشوف. والله الكومبات شينوك خطيرة، الكومبات شينوك خطيرة، في صوت سيطرة. الفريستايلر اخذ الاويل يلي هون جيد جدا، الالغام في المكان المناسب بيحمي السبلاي، ولكن الكومبات شينوك، الكومبات شينوك خلينا نشوف على امل. يا الله ما فيها ميني جانرز، ما فيها ميني جانرز، فيها واحد ميني جانرز، ما قدر يعمل شيء الميني جانر. الفريستايلر الدواء المناسب، الدواء المناسب الكومبات شينوك، ولكن وين الميني جانرز، وين الميني جانرز؟ لاحظ حتى البايلوت مخبيه، خلونا نشوف بالوقت المناسب. التروب كراولر وبتهرب الكومبات شينوك، بتهرب الكومبات شينوك. اعتقد خلص ما بقى في داعي تبني سبلايات لحتى تاخذ السبلاي بالارض، يفضل انك تبيع السبلاي اللي هون، ما بقيت حرزانه اساسا. الجين اكس لاحظ ما عم يستغني عن المباني البيضاء، طبعا لانه ضده اير فورس، بحيث الطيران كيف ما مشي وكيف ما مرق يلاقي حواجز قدامه، يلاقي عواقب بالوصول الى ارض الجي ان اكس مره اخرى. الجي ان اكس مره اخرى يحاول الدفاع عن نفسه، لكن الكومبات شينوك خطيره، خطيره جدا كومبات شينوك، يعني يصعب ايقافها، يصعب ايقاف الكومبات شينوك. خلونا نشوف الكومبات شينوك صارت بارض الجي ان اكس، بارض الجي ان اكس. يا الهي، اللعبه اللعبه اللعبه، خلص الكفه تميل مره اخرى الى الفري ستايلر للاسف الشديد. بعد في امل للجي ان اكس، قلوبنا معك مره اخرى الجي ان اكس، قلوبنا مع الجنرال الاحمر. لاحظ الاوت بوست للاسف مره اخرى ما في ميني جانرز، وين الميني جانرز؟ ضدك يو اس اي اير فورس واستغنيت عن الميني جانرز. خلينا نشوف، رجع، رجع لارضه. الفلاش بانج، لاحظ فلاش بانج واحده شالت الجنود، فلاش بانج واحده شالت الجنود. الكومبات شينوك لوين راحت؟ الكومبات شينوك اعتقد هربت، اعتقد هربت الكومبات شينوك، هرب، نعم هرب الكومبات شينوك على ارضه. ولا هول جداد، هول جداد والله يا صديقي، هول جداد. لاحظ الفريستايلر ما عنده شيء، واحد سبلاي ومعمل جنود، يعتمد كليا على الكومبات شينوك، يعتمد كليا على الكومبات شينوك. اخر تتهم في الكاربت، هي اللي الكاربت اللي شفناها هي اللي شالت الور فاكتوري. الجي ان اكس جاي جدا، دفاع اسطوري على فكره من الجي ان اكس. الميني جانرز حضروا الساحه، الميني جا حلو 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 حلو، خلونا نشوف. للأسف للأسف فاضي، يا الله فاضي، للأسف فاضي، يا الله لو كانت مليانة كان راحوا الكومبات شينوك وعلى الفري ستايلر السلام، خلاص راح عرضه راحت كاملة. خلونا نشوف الميجز أيضا، خيار 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 خاطئ، الميجز أيضا خيار خاطئ، الميجز أيضا خيار خاطئ بالنسبة للجي ان اكس. لازم لازم معمل جنود وخلاص، تبني ميني جانرز فقط لا غير. أول كومبات شينوك للأسف للأسف ما نزلت. أتمنى خسارتك يا الفريستايلر، أتمنى خسارتك يا الفريستايلر، قسما بالله إني ما بعرف مين بيربح ومين بيخسر، ولكن من قلبي أتمنى خسارة الفريستايلر للسبب اللي ذكرته ببداية اللعبة. خلونا نشوف. على كل حال الجي ان اكس يحاول يعني مرة أخرى يحاول التقدم إلى الأمام. أوه السنايبر، السنايبر في الوقت المناسب على فكرة. فريستايلر ما عنده شيء، حتى دوزر هاند على فكرة الفريستايلر، أعتقد دوزر هاند، نعم دوزر هاند ما عنده شيء بأرضه غير السبلاي والبركس فقط لا غير. أرتيلري من الجي ان اكس، خلونا نشوف. أعتقد خلص، أعتقد خلص بظل كل هالمباني، بظل وجود كل هالمباني، أعتقد خلص الكفة ترجح إلى الجي ان اكس. الجي ان اكس حلو كتير، ضربة أكثر من موفقة، بس بقي السبلاي. ذكرنا بلعبة سبيلكا ورازنوف بنفس الخريطة، اللعبة وقفت على آخر مبنى بجيم سبيلكا ورازنوف، اللعبة الآن تقف على آخر مبنى ما بين الفري ستايلر والجي ان اكس. خلونا نشوف، الفري ستايلر ما زال عم بيقاوم بالكومبات شينوك. لاحظ لحق بالكاربت،
لحق بالكاربت، لأنه الكاربت إذا بتضرب له آخر مبنى بيطلع برا اللعبة. يا إلهي يا إلهي، ما لحق ما لحق للأسف الشديد، ما لحق. يا الله الجي ان اكس، الجي ان اكس ما بعرف بأي طريقة، ما بعرف بأي طريقة راح يقاوم الفري ستايلر. الفري ستايلر معه مصاري ولكن ما بيقدر يبني جندي واحد. جين اكس هاد بسبين دفيتد للأسف الشديد، ما بقى عنده خيار تاني، الجيم ياخده الفري ستايلر للأسف. أتمنى أنه كان جيم ممتع، وبشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.